صباح الخير والجمال على كل أم عربية، يا صباح الرحمة على كل أم متوفية، يا صباح الخير والجمال عليك يا مصر، يا صباح الخير والجمال والورد عليك يا مصر، اللهم احفظ مصر واحفظ كل الأمة العربية، يا صباح الخير والجمال على كل دولة عربية مسلمة وكل البشرية. صباح الخير والجمال عليكم يا أهلاوية، يوم أهلاوي جديد وأخبار حصرية. قبل ما نبدأ بس أخبارنا الحصرية، نصلي على سيدنا محمد، واللي ليه أم يقول لها كل سنة وانت طيبة، واللي أمه متوفية زي حالاتي يبدأ بالدعاء ليها، وينزل يدوس على زرار الاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، ويعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل أهلاوي ويعرف الأخبار، ويعمل مشاركة للفيديو على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، ونبدأ نروح لأخبارنا الحصرية. أهلا وسهلا بيكم تاني في قناتكم، قناة عالم المعرفة والطب، القناة المتخصصة في المعرفة والطب، وفيها مواضيع طبية حصرية مش هتلاقوها على أي قناة تانية. لكن في نفس الوقت احنا حبا في الاهلي والاهلاويه وحبا في الكوره بنتكلم برضه في الكوره جنب محتوانا الاصلي اللي هو المحتوى الطبي المتميز اللي بيهتم بصحه وجمال الاسره العربيه. النهارده في اخبار حصريه جديده ورسالتين لكل من الكابتن حسام عاشور والكابتن شريف اكرامي. بالنسبه للاخبار الحصريه، بكرة إن شاء الله في جلسة مهمة جدا للتجديد لفايلر، وفي الوقت اللي قبل كده كان فايلر الأهلي بيفرض عليه شروطه، النهارده هو فايلر اللي بيفرض شروطه على الأهلي، وبصراحة الراجل يستحق بعد الانتصارات الكبيرة اللي حققها مع الأهلي. بالنسبة للتجديد لفتحي وحكاية انتقاله البيراميدز، فتحي نفسه أكد إنه ممكن ما ينتقلش البيراميدز، وإنه باقي للأهلي لو قدره ماديا حتى لو العرض بتاعه أقل بكتير من عرض بيراميدز. في بقى خبر مهم جدا للأهلاوية والزملكاوية بخصوص الفرقتين اللي هنقابلهم، اللي هيقابلهم الفرق المصرية في الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية. طبعا معروف ان الاهلي هيقابل الوداد والزمالك هيقابل الرجاء، وبرضه الاسماعيلي للقاء مع الرجاء في البطوله العربيه. حاليا الدوري المغربي متوقف جدا، في المتوقف في المغرب الى اجل غير مسمى، ومش معروف هيكون مصير الدوري ايه. وعلشان كده الدوري في المغرب متوقف واللعيبه واخده اجازه، يعني كده مستواهم البدني بيقل جدا جدا، وفي احتمال كبير ان الدوري يتلغي تماما في المغرب، لان في اجتماع بعد 4 أيام للجنة الكرة المغربية عشان يحددوا مصير الدوري، يا إما بتمديد، والأغلب هيكون إن تمديد التوقف الدوري، أو إنهم الدوري لو استؤنف هيبقى هينتهي، بدل ما ينتهي في يونيو هينتهي في يوليو، والاحتمال الأكبر إلغاء الدوري وإعلان بطل وإعلان بطل وإعلان الفرق الهابطة والفرق الصاعدة، أو ممكن ما يكونش فيه هبوط ولا صعود الدوري دوت، لكن هيعلنوا بطل بالظبط. وده اللي ممكن برضو يحصل في مصر، لكن في مصر الامر معقول شويه، لان اللعيب سواء لعيبه الاهلي والزمالك خدوا راحه سلبيه وبعد كده هيعودوا للتدريبات، لكن مش عارفين الفرق المغربيه اللي مش هيبقى عندها مشاركات هيبقى موقفها ايه بالظبط. لكن الاتحاد الافريقي مصمم على اقامه البطوله ايا كانت الظروف، لان البطوله لسه هتقام في شهر 5، وفي احتمالين. الاحتمال الاول ان البطوله تقام من يعني بقيه ادوار البطوله تتجمع كلها في الكاميرون، وانها تقام من دور واحد، يعني الاهلي يقابل الوداد مره واحده، والزمالك يقابل الرجاء مره واحده، والفائز من الفرقتين يلتقي في النهائي اللي كده كده اتحدد له الموقف انه هيتلعب في الكاميرون. ده اللي الاحتمال الاكبر للتوقع ان البطوله تقام كلها، بقيه المباريات البطوله تقام من مباراه واحده زيها زي النهائي بالظبط، يعني يبقى قبل النهائي والنهائي من مباراة واحدة. وأخيرا أنا أحب بس أوجه رسالة لكل من شريف إكرامي وحسام عاشور. بالنسبة لشريف إكرامي، هو أبلغ إدارة النادي الأهلي إنه مش عايز يقعد على الدكة وإنه هينتقل لأي نادي آخر، وبالصراحة أنا عاذر شريف إكرامي لأنه في الآخر هو حارس مرمى وفي حراس مرمى كتيرة قعدت في الملاعب لحد 40 سنة و45 سنة كمان. فعشان كده لا لوم على شريف إكرامي لأنه عايز يلعب.
وبالنسبه لشريف اكرامي كحارس مرمى مش هيكون ما بيكونش مؤثر جدا في المباريات، واي نادي كبير هيروح ليه هياخد اكرامي ككابتن للفريق، لكن للاسف الشديد هو حظه هيبقى قليل في الاهلي في ظل وجود محمد الشناوي واللي مستواه مرتفع جدا، وحارسين برضو مستواهم جيد منهم مصطفى شوبير وعلي لطفي. لو اني كنت افضل ان يكون شريف اكرامي موجود جنب احمد محمد الشناوي افضل بكتير من علي لطفي، ويبقى مصطفى شوبير هو الناشئ اللي عليه الامل والمستقبل الجاي. لكن طبعا شريف اكرامي واضح انه مش قابل انه يقعد احتياطي الفتره الطويله دي كلها، وعشان كده شريف اكرامي اختار الاختيار الصح. لكن بالنسبه لحسام عاشور انا بقول له راجع نفسك تاني واختار العرض اللي عرضه عليك الاهلي انك انت تستمر في الاهلي، يا اما كاداري. الاهلي عرض عليه عروض طيبه جدا، والبطولات اللي حققها حسام عاشور مع الاهلي عمره ما يحققها مع اي فريق تاني ايا كانت، لان حسام عاشور اكتر واحد حقق بطولات مع النادي الاهلي وشال بطولات ككابتن لفريق النادي الاهلي. لكن طبعا المركز بتاعه للاسف الشديد مليء بلعيبه، ولاعيبه امهر واصغر سنا، والمركز ده تحديدا بيحتاج اللعيب الاصغر سنا لانه بيبقى عليه مجهود كبير، لانه كل بناء الهجمات من ناحيته وقطع هجمات المنافس من ناحيته. فوجوده على دكه الاحتياطي الاهلي شاف كان الاهلي ممكن يمدد له عقده ويسيبه قاعد على دكه الاحتياطي وبيلعب عليه شباب صغير زي اليو ديانج وحمدي فتحي، لكن الاهلي راى ان الاقرب ليه ان هو يبقى اداري في الفريق. وكان اخر عرض ليه برضه انه اول ما يني النهارده هيعلن اعتزاله هينزل يشتغل في قناه النادي الاهلي كاعلام، ويبقى ليه برنامج في قناه النادي الاهلي. لكن حسام عاشور لو كان اختار الاختيار الثاني وهو لسه بيفكر انه يروح لنادي اخر، انا اظن انه كان خسران جدا. وبعدين يا حسام هي دي سنه الحياه، قبل كده مش هتبقى نجوميتك اعلى من نجوميه طاهر ابو زيد وعلاء مذهوب وربيع ياسين ومحمود صالح اللي حققوا بطولات كتيره مع النادي الاهلي، وبرضه الاهلي قرر انهم يعتزلوا، وفي ثلاثه منهم معتزلوا، لكن علاء ميهوب لعب قرر انه يروح الاولمبي ولعب ماتش قدام الاهلي وجاب جون في النادي الاهلي وبكى بكاء مرير جدا على الجون اللي جابه في النادي الاهلي. لو كنت حضرتك وصلت معانا للجزء ده من الفيديو ارجو انك انت تشترك من القناه وتبقى ضيف دايما على القناه وتشرفنا، لان القناه فيها مواضيع مهمه جدا سواء على المستوى المعرفي او المستوى الرياضي او المستوى الطبي. تنزل تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل مشاركه للفيديو مع زمايلك على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل اعجاب للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.